مشاهدينا الكرام، مساء الخير على حضراتكم، يا رب تكونوا دايما بألف خير. خلوني أرحب بزميلي العزيز رعد. مساء الخير يا رعد. مساء الخير شافتي، أخبارك إيه؟ كيف حالك؟ خلاص بقيت مصري جدا يا خلص. رعد، رايح جاي بقى أنا على خلص مصر. مرة على مرة خلاص بقيت مصري، واللهجة المصرية سهلة بالنسبة لي. بلشت أتعود على اللهجة المصرية. أيوة على اللهجة المصرية. أيوة بلشت أتعود عليها. بلشت خلاص يعني بس أنا عايزة أقولك أنا صعب أتكلم أردني، هغلط جدا يعني. طب شلونك؟ مفروض أقول منيحة، مش عارفة منيحة تبقى سوري ولا لبناني. قولي زينة. زينة 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 زينة. نعم زينة. فأنت بتصدق في الفرصة الثانية؟ شافكي بجوز حكيت أنا وياك قبل الحلقة أنه دائما نجاح الفرصة الأولى مش مرتبط بنجاح الفرصة الثانية أبدا، والعكس صحيح. ممكن ما تنجح بالفرصة الأولى ولكن الفرصة الثانية تصنع لك فرصة أنه أنت تكون ناجح فيها. هل هنا بتبقى مرحلة العمر النضوج تخلي الفرصة الثانية ممكن تكون أنجح أو أحسن؟ مش عارفة. بص هكلمك بصراحة عن بالذات في الفن، نشوف نجوم بدأوا هم أطفال واستمروا وفضلوا ناجحين، ونجوم يغيبوا شوية ويرجعوا بشكل تاني وبنجاح تاني مختلف. يعني فكرة إنه العودة، إني أنا أرجع بشكل مختلف، يعني بتنجح مع ناس كتير ومع ناس ربما ما تكونش ناجحة زي الفرصة الأولانية. يعني شوفي أنا العودة ممكن أربطها بثقافتنا حتى بديننا بموضوع الأمل، إنه بيكون في أمل معك بالفرصة الثانية إنه أنت اليوم تصنع أو تنجح بطريقة ما كنت ناجح فيها في الفرصة الأولى. ففي أشخاص كثير قدموا ونجحوا بالفرصة الأولى ولكن قدموا بالفرصة الثانية وما نجحوا، وفي ناس العكس نجحوا الفرصة الأولى ونجحوا الفرصة الثانية، ولكن أيضا ممكن شفنا شافكي في بعض الأشخاص بحياتهم مارسوا الفرصة الأولى بس ما نجحوا فيها، بس مع ذلك ظل الأمل موجود وعملوا الفرصة الثانية ونجحوا بالفرصة الثانية، وهذا شيء أكيد شفناه بكثير من بالدول، أيضا بمؤسساتنا حتى بالأردن عندنا مؤسسات دولة أيضا شفنا كثير أشياء ومؤسسات تشتغل على هذا الشيء، أنه إحنا اليوم نقدر بفرصة أولى ما ننجح لكن الفرصة الثانية أكيد راح ننجح. أنا بتفق معك، الأمل ده طاقة كبيرة جدا، يعني ممكن تكون كلمة ولكن جواها زي موتور من الطاقة تدي الإنسان تخليه يعدي بحور، يتحمل مسؤوليات، ينقل حاجة. الأمل مهم جدا والصمود كمان مهم، وده بيفكرنا بأهالينا في قطاع غزة. يعني أنا بدي أنتهز الفرصة شافكي، وقديش إحنا ربطنا موضوع الفرصة الأخرى أو الفرصة الثانية بموضوع الأمل. اليوم نتعلم وبجوز دروس كبيرة جدا لأهلنا في غزة، قديش اليوم هم عندهم الأمل وبيستنوا بهذه الفرصة، ومن هذه الفرص يعني بجوز بنشوف الآن الانزلات الجوية على أهلنا في قطاع غزة قديش زرعت الأمل جواتهم. وبالمناسبة بجوز إحنا كلنا بالدول العربية الآن بنشاهد ما يحدث في غزة، وبنشوف إحنا قديش اليوم العمليات الانزال الجوي كانت مبتدئة بالأردن ومصر أيضا، قديش زرعت أمل عند أهلنا في غزة. وهذا الشيء وعمل التحدي اللي أنت بتقوله، كلنا فاكرين المشاهد وأهلينا في قطاع غزة بيدخلوا البحر عشان ياخدوا المساعدات. صحيح. يعني الأمل بيدي طاقة، والتحدي والصمود بيدوا طاقة. شفنا الضحكة كمان موجودة على وجوههم ما دام كان الأمل موجود، شفناهم بيبتسموا وبيضحكوا، وشفنا هذا الشيء احنا بجوز علمنا كمان انه احنا اليوم ما نفقد الأمل ونقول والله خلص راحت علي او انا يئست، لا، الأمل راح يظل موجود ما دام في فرصة ثانية، الأمل موجود. اكيد. وبدوره كمان الفن من الحاجات اللي دايما بتحمل رسالة وبيبقى فيها أمل وبتدي للمشاهد أمل. أكيد مشاهدين الكرام مستمرين معكم، ولكن راح نروح وياكم إلى فاصل قصير، خليكم معنا. الدكتورة جميل شتاوي من منطقة الأغوار الجنوبية التي تقع جنوب العاصمة عمان، التي تبعد عن عمان حوالي 130 كيلو، وإلها ميزات هاي المنطقة اللي هي تتصف بجودتها في الزراعة، وهي سلة الزراعة الأردنية. أيضا برضو كمان تشتهر بالمناطق الأثرية والسياحية الموجودة في هاي المنطقة. طبعا أنا بلشت حياتي، فالمفروض أني أنا أقدم نفسي كالمزارعة
وبعدين أحكي الدكتورة جميلة. طبعا لي 7 أبناء متزوجة، حاصل على شهادة التوجيه منذ الثلاثينات من عمري. بلشت مسيرتي في الحياة أني أنا توظفت في دائرة الآثار العامة في 1997. يعني حسيت حالي أنه في إشي ناقصني فلازم أمكن حالي. درست التوجيه من عدة محاولات، الحمد لله استجت هذه المرحلة وتفوقت فيها في المرحلة على محافظة الكرك في الخاصة. طبعا صابني الطموح أني أشاهد اللي حولي أنه معهم شهادات، ليش أنا مصير زيهم؟ فحصل لي الشرف أني أنا أكمل مسيرتي ودراستي في هاي المجال، فحصلت على التوجيه وأنا عندي أبناء في التوجيه كانوا يدرسوا في الثانوية العامة. فحاولت أمكن حالي في الدراسة وأخذ وأحصل على شهادات أكبر من التوجيه. فالحمد لله درست البكالوريوس والماجستير وحصلت على شهادة الدكتوراه، والآن أنا مديرة أثار اللواء الأغوار الجنوبية. طبعا بمارس أيضا بالنسبة لعمل الحكومي في العمل التطوعي، أنا رئيسة جمعية خيرية بخدم فيها المجتمع المحلي. أيضا بشتغل في الزراعة، إلي مزرعة خاص في أنا وفي جوزي، بنتبارز على هاي الزراعات مين اللي ينجح زراعته، فالحمد لله كنا بنصب في جيبة واحدة. طبعا كسيدي في منطقة الأغوار الجنوبية كان فيها الطابع الذكوري، فواجهت عدة صعوبات من المجتمع المحلي، ليش وليش وتطلع وتروح وتيجي. فطبعا الدراسة يعني احنا أنا ما بحددها، كل مرحلة إلها فترة زمنية، زي البكالوريوس له فترة زمنية إني أروح أنا مبكر، الماجستير فترة مسائية إني أروح في نص الليل، فهي تبعد عن منطقة الأغوار حوالي يمكن 65 كيلو جامعة مؤتة بالنسبة للأغوار الجنوبي. يعني واجهت صعوبات إنه عيب السيدة إنه تطلع لوحدها خارج المنطقة أو تجي في الليل، فالحمد لله تحديت هاي الصعوبات، واجهتني صعوبة مع عيلتي بعدين تفهموا الأمر فصار الأمر طبيعي. لما وصلت وحصلت على المؤهلات اللي أنا بدي إياها وحابة إني أنا طورت نفسي فيها الحمد لله. يعني كنت أنا منظم شغلي ما بين يعني عاط برنامج إلي كيف أوفر حالي مع دوامي، كيف أوفر وقتي لأولادي، كيف أنزل على المزرعة وأشتغل فيها. فالحمد لله قبل يعني ما أحصل على راتب كنت أنا بدرس أولادي من وراء هذه المزرعة، فكل شيء كان له برنامج، فهذا البرنامج يعني ساعدني إني أدرس أولادي، والحمد لله عندي هسه 4 طلاب في الجامعة. شاكر لدائرة الآثار العامة اللي أتاحت لي هذه الفرصة واللي حفزتني بأن أكمل هاي الدراسات، إنه في منطقة الأغوار الجنوبية تزدخر بالمواقع الأثرية المهمة. اخترت هاي المجال لأنه قريب من شغل الآثار، فالحمد لله في عنا مواقع سياحية وفرت فرص عمل لمجتمع الأغوار الجنوبية، طبعا بمتابعة دائرة الآثار العامة وخلق فرص عمل لهذا الشباب وتمكينهم. وأنا بترك رسالة للأخوات أو الأخوان، يعني ما في إشي مستحيل، ما في إشي بوقف قدام إنسان طامح أو حاب إنه يكمل مسيرته، كل شيء له حل والحمد لله بتيسر أموره. ها كلتي وشبعت يا أمي؟ الحمد لله يا أبني بالهنا والشفا. سعد تعال شيل الصينية دي. حاضر يا معلم. قولي لي بقى ايه حكاية بنتك اللي بتقولي عليها دي؟ شوف يا ابني، انا ساكنة عند راجل بعيد عنك مرابي بيسلف الناس بالفايس، يعني اللي يديله دينار يسترده 2 أو 3 حسب المدة يعني. طب وايه اللي خليكي تسكني عند راجل زي ده؟ النصيب يا ابني النصيب. انا يا ابني كنت بشتغل، بغزل شبك الصيد، وعايشة أنا وبنتي من ربنا أسيبهن والحمد لله وراضيه. بس يا ابني بعد ما الصحة راحت زي ما انت شايف كده انكسر علي الإيجار، ومش بس الإيجار يا ابني، ده أنا استلفت منه الظالم المفتري مبلغ كده يعني أمشي بيه حالي لحد ما ربنا يفرجها علينا.
العطار هي اللي حاطط عينه على بنتي، عايز ياخدها مني، مصمم ان هو ينزلها سوق النخله سايبها ويتملها قبل الدين اللي عليا. عايز ابني ياخد حته من قلبي، بنتي هتروح مني يا ابني. ساعدني ربنا يخليك. هو المبلغ اللي مكسور عليك قد ايه يا امي؟ 400 دينار يا ابني. طب بص يا امي، طب انا معيش كل المبلغ، اصل الصراحه يعني اخواتي قشطوني على الاخر. انا هديكي كل اللي معايا تمشي بيه حالك، وبكره ان شاء الله هدبر لك بقيه المبلغ. احنا اليوم بنحكي عن ألف ليلة وليلة. شافكي بجوز شفنا الغرب أخذوا هذا المسمى، وبجوز اليوم قدرنا نعكس ثقافتنا على دول الغرب من خلال الدراما وألف ليلة وليلة تحديدا. بصراحة بس مش كل الأعمال يعني، لكن مثلا طبعا مش كل الأعمال، الأعمال المكتوبة حلو زي العمل اللي احنا فيه ده مثلا، هو ألف ليلة وليلة ده لأنه مكتوب حلو ومكتوب بحيث ان هو في 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 عندنا درسنا بالكلام ده، يعني مثلا تيجي تنصر حاجه او تعرب حاجه يعني غير ما تبقى كلها خواجه قوي عشان برضو تبقى قريبه من الـ من الـ من العرب يعني. فهو المسلسل ده عامل كده بقى، يعني تحس انه في مصري عالمي عربي يعني علاج، يعني ما فيش حد يختلف عليه بصراحه. صحيح. يعني انا حاسه حتى انت شفتوا الديوك بتعمل ايه، الديوك بتمثل، الديك في المسلسل بيمثل. ايوه يعني مش ممكن. صحيح بجد، العبقري معمول بعبقريه يعني ما شاء الله، الله اكبر يعني، مش عايزه اكيد. طيب خلينا نروح للسينما، يعني انت عملتي دور فيلم 404 من الافلام اللي نجحت جدا، وطبعا فنانه منى زكي يعني نقاط كمان اشادوا بيها في الفيلم ده. وبصي يا رعد، هي كانت عامله دور منى زكي بتدخل على انها كانت بتساعدها الاول، وبعدين بتكتشف ان هي عندها ذهب او فلوس بتسرقها، وبعدين بعد كده بترجع ترجع لها ده. شفتي ازاي جمهور السينما تقبله الفيلم ده؟ يعني دورك كان من المشاهد المهمه. ما انا برضو شوفي يعني، ما انا عشان كده بقول انا محظوظه السنه دي بالاثنين دول ورا بعض، لان برضو الدور بتاع 404 ده ضيفه شرف، وبرضو من حظي الحلو ان الفيلم كله ضيوف شرف، يعني مش هيتقال ناديه جايه بتعمل دور. انت سنه 24 دي ضيفه الشرف حققتي فيها نجاحات كتيره. وانا برضو قلت كده يعني مش مشكله، المهم ان انا اعمل دور يعلم. هو كان حظي ان برضو مخرج جامد قوي ونجمه جامده قوي 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 يعني من هنا للسنه اللي بعد الجايه. فانا يعني مثلا يعني منى زكي مع حفظ الالقاب وهي واقفه بتمثل قدامي، انا بحبها اصلا من قبل ما تمثل قدامي طبعا، وهي بتمثل كده قدامي انا كنت ببص فيها هي يعني. أيوة. انا مش قادره اتخيل ايه الاحساس ده، يعني احساس فظيع وهي بتعيط قدامي، انا مش مصدقه يعني. مش عشان كده لما حد علق لي معجبه يعني معجبات، فبتقول لي كفايه بصه الحنيه اللي انت بصيتها لها، لما انا بقول الدور صغير قالت لي كفايه نظره الحنيه اللي طلعت من عينيكي. هي طلعت من عينيا لان منى هي اللي مساعداني، مش مساله انا بدور، مش هلحق اطلع يعني اكذب واقول اصلا انا عشت الوهم والحاجات اللي بيقولوها دي. لا، الفنان اللي قدامك بيخرج منك حاجات. فانا لما ابص لمنى والاقيها عامله كده طبيعي، لازم هيبان في وشي ان انا ناقص اعيط يعني. لولا ان ما ينفعش ابكي كنت بكيت، لان هي حاجه عبقريه جدا يعني، حد عبقري قوي يعني طبعا. ومخرج جامد وفاهم وواعي، فممكن تشوفي المشهد الصغير مع ناس زي كده بينقلك في حته تانية خالص، مش بس العمل كله بيتنقل، لا بينقل الاشخاص نفسها، الفنانين والفنيين وكل حاجه بتخلي، والمعامله. انا حظي، هو انا حظي الصراحه يعني، انا بحمد ربنا ان انا حظي ان انا بقع مع ناس فنيا حاجه جامده وانسانيا حاجه جامده قوي، فده مريح بالنسبه لي قوي. طيب يعني بعام 2023 قدمتي مسلسل ستهم، كان دورك في هذا المسلسل، وايضا قديش انعكس عليك اثر ايجابي تحديدا ستهم، مسلسل ستهم. مسلسل ستهم اولا ده غير ان الفنانه الجميله روجينا هي اللي مكلماني بنفسها يعني، هو كان الوقت كان متاخر وانا ما كانش يعني على البال او حاجه يعني، المهم فهم كانوا مصرين هي ودكتور اشرف ان انا لازم ابقى في العمل ده، فكانوا بينكوشوا على حاجه يعني يطلعوني فيها.
فجهل بالصدفه الدور ده، وده الدور بتاع ام الولد اللي هو حبها وعايز يتجوزها، حب سته، ومفروض انها تبقى ست طيبه قوي عشان تعرف تحتوي ستهم في بيتها، لانها كانت يعني متمربطه من هنا لهنا 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 لحد ما تيجي عند الست دي، والولد ده بيحبها في نفس الام الطيبه اللي تحافظ على بنتها، البنت دي على انها بنتها، ويعني فاهم ازاي، وبتحب ابنها قوي. فكان فعلا مشهد طيب قوي، يعني كان يعني المشهدين اللي عملتهم مشهد طيبه قوي لست مصريه طيبه قوي يعني. وانا طبعا كان شرف لي ان انا بشتغل معاهم يعني، وانا بحبهم قوي اصلا يعني علاقه شخصيه يعني. فلو قالوا لي عدي من قدام الكاميرا كنت هعدي من قدام الكاميرا. انا بشوف او بحس من روحك انه يمكن النجاحات دي راجعه من روحك، يعني انت بسيطه محبه للفن بكل اشكاله، فما بيبقاش عندك مشكله انا هعمل دور شرف، انا هعمل دور كبير، انا اسمي هيبقى فين، انت عايزه الحاله الفنيه نفسها. اه طبعا ده حقيقي يعني، انا مش فارق معايا يعني. هل ده بيطيل عمر الفنان اكتر؟ لاني دايما بلاقي انه الفنان المستمتع بادوار كتيره مختلفه اكتر من الفنان اللي يمكن دايما يعني بيحصد البطوله واسمي فين، فبيبقى دايما يعني عنده حاله من القلق، هو دايما ترتيبه فين. اه لا، هو حكايه الترتيب والحاجات دي هي مهمه لبعض الناس طبعا عشان مكانته، بيبقى عارف ومكانته فين، فدول من حقهم ان هم مثلا ممكن يزعلوا ممكن. مع ان انا مثلا عاشرت جيل كبير قوي، مثلا اشتغلت مع الاستاذ محمود المليجي، مع الاستاذ توفيق الدقين، مع زبيده ثروت، مع مديحه حكامي، مع زوزو ماضي، مع تاريخ فريد شوقي، مع ناس دي يعني كبيره قوي، ما كانوش بيهتموا بالكلام ده خالص على فكره. يعني برغم ان هم مثلا لهم اسمهم فين، عمرهم ما اهتموا، هم عارفين ان هم الناس هتخش هتشوفهم يعني، هم ناس عظماء مش مستاهله اسمه. في جيلنا بقى احنا ناس قدام برضو اخذنا منهم ده يعني، اخذنا ده. الجيل الجديد للاسف اغلبه مش كده يعني، هو الجيل الجديد دايما بيتخانق على الاسم فين، ولازم دور يبقى من الجلده للجلده، مش كله طبعا عشان ما بقاش ظلمه، لان في منهم ناس جميله جدا يعني. انا بالنسبه لي يعني مش هزعل ان يبقى في دور صغير، بس ما يبقاش دور صغير وملوش ملامح. يعني ممكن ازعل مش عشان حاجه، عشان انا برضه بحب التمثيل، لاني بحب التمثيل، ما ينفعش ابقى بحب التمثيل ومشواري كل ده وخلاص انا فين يعني، انا خلاص يعني في اخر ايامي يعني. فعلى الاقل اعمل حاجه يعني، اعمل حاجه لطيفه ناس تفتكرني بقى بيها غير الحاجات اللي انا عملتها كلها، لكن ما يبقاش كل الحكايه ان بعد كده يتبعت لي دور صغير وخلاص. لا، هو اكيد بعد اللي بيتشاف ده انه مش هيبقى دور صغير تافه، لكن لو دور صغير وبالجمال ده او بالحاله دي او يعني، ما هنقول ايه، في مصريين كتير نجوم عملوا ادوار قد كده في فيلم او كذا، بس هو كان لازم محدش يعمل ده الا هو، يتقال محدش عارف يعمله الا هو. صحيح. فما اقصد ايه، وفي بره مصر كده يعني، يجي نجم ضخم جدا بس هو تقولي محدش يعرف يعمله غيره هو. هون ناديه يعني، احنا بنقول كل فنان بمر بمحطات كثيره، زي ما تفضلتي ممكن انا امثل دور كبير او دور صغير، بس له حاله موجوده. ايش اكثر محطه مريتي فيها نادي اثرت على حياتك او اثرت على حياتك الفنيه تحديدا؟ لا زمان، يبقى العيال كبرت. العيال كبرت. طبعا. وجديد طبعا. جودر؟ لا طبعا، هقول لك دي في المرحله دي جودر، في المرحله بتاعت زمان اللي مكمله. هقول لك على حاجه كمان، انا لولا سحر ما كانش يبقى الترند كده. يعني طبعا المسلسل جامد جدا وعامل ترند لوحده، بس مش عامل لحد معين في المسلسل ترند، عمل لي انا ترند ليه؟ مع ان انا دوري صغير، ده في ناس عباقره في المسلسل ده، في عباقره المفروض يبقوا هم ترند، انا اتعملي ترند بالدور الصغير ليه؟ عشان في تاريخ اسمه سحر. فالناس عشان كده حتى في الترند ده بيحطوا ايه، مش صورتي لوحدي كده وانا كبيره او وانا صغيره، لا بيحطوا الاثنين جنب بعض، يعني بيحطوا سحر وبيحطوا دي، المقارنه الزمن، انه سحر كده بقت بتعمل دور كده، دي على الترند بقى ورصيد الحب بقى، رصيد الحب. وكمان يمكن اعتقد انه هنا السوشيال ميديا بقت بتساعد جدا، يعني على طول الناس بتشوف المسلسل تنفعل معاكي، بتبدا تنزل على السوشيال ميديا، بيحصل الترند، فبرضه يمكن السوشيال ميديا بتخدم ادوار بعينها طبعا، يعني هي برضه التقطت المشهد بتاعك
وبقى هو الحكاية. ده حقيقي طبعا، بس أنا اللي بقصده إيه، إن أنا يعني برد على حتة إنه المحطات، محطة زمان طبعا هي اللي معلية محطة النهاردة. ما ده اللي قلناه أنا ورعد في البداية، اللي هي الفرصة الأولى خدمت الفرصة الثانية. بالظبط كده، لأنه طب ليه يبقى مرتي يعني أنا ماشية في البيت بضحك وأقول اللي حكيتي، بقول لها إيه ده، إيه ده كله ده، أنا فرحانة قوي. فقعدت حكيت لي أول عارفة إنك فرحانة، قلت لها أصلا مش للدرجة دي يعني. أيوة. هو في إيه، أنا ما عملتش إعجاز يعني. يعني أنا كفنانة مش حاسة إن أنا عملت إعجاز، أنا عملت أيوة دور. أيوة عملت زي الأدوار يعني دي كتير. يعني عملت دور حبيته لطيف. بس هو كمان كان مشهد محوري. أيوة. يعني غير حياة جودر بعد شوية. لا أنا بقصد. طب تعالي نرجع بقى للفرصة الأولى اللي جابت كل النجاح ده في مشهد بسيط. الفرصة الأولى مسرحية مهمة، العيال كبرت بعد مدرسة المشاغبين، يعني هي كمان كانت مسرحية بتنافس صحيح. مدرسة المشاغبين، لأنه العيال كبرت بعد مدرسة المشاغبين. اختيارك بقى، كلمينا مين اللي اختارك تعملي سوسو؟ شوفي بقى، دخلينا بقى الكواليس دي. دي في حاجات ناس عرفتها طبعا من كام لقاء أنا قلته، يمكن حضرتك ما تعرفهاش. مثلا الدور ده ما كانش دوري أصلا. الدور ده كان دور الفنانة الجميلة مشيرة اسماعيل. ده مبدئيا كده. وكانوا بيعملوا وقتها، خرجوا من مدرسة المشاغبين، الأستاذ عادل إمام هيعمل مسرحية اسمها شاد ما شافش حاجة، وسعيد اختار إنه يعمل مسرحية اسمها العيال كبرت. فسعيد الله يرحمه أخذ أحمد وخد الأستاذ حسن مصطفى، نفس الطاقم اللي كان هناك ما عدا طبعا مدام كريمة ما كانتش معاهم في المشاغبين. المهم يعني ففي يوم وهم قاعدين كده شاء القدر إن في نجمتين سابوا الروايتين، سابوا شاد ما شافش حاجة وسابت العيال كبرت. وكان هيعرضوا في بورسعيد، وده أرض ملعب غير ملعبنا يعني، معروف إن بيبقى أياميها كمان حجز من قبلها بقد إيه والحاجات دي. المهم فاللي حصل إنه قاعدين في المكتب محتاسين بيضربوا أخماس في أزاز، وهنجيب مين، طب مين هينقذ الموقف. أتاري كانت بشيرة مشغولة برة بتصور حاجة فما عرفتش ترجع، وهم منزلين الدعاية في بورسعيد على إن هي المسرحية هتتعرض بعد 4 أيام. اتفاجئوا بعد انها بتقول لهم قبلها ب4 ايام انا مش هقدر اجي. فالمهم دوروا على بديله للاستاذه هاله فاخر، جابوا الاستاذه نهاد جبر، وهي اللي صورت الروايه. نهاد جبر ده كان دور هاله فاخر في الاساس، وبعدين كان الاستاذ محمود مرسي وكان استاذي في المعهد كان موجود في المكتب، فهو اللي قال لهم بيقولوا مين اللي هتيجي تحفظ واحنا ما عندناش لا ورق بيقول نفس الكلام اللي بيقولوه، ولا عندك الايماء شرايط، ولا في شرايط بتقول نفس الكلام اللي بيقولوه. فلهم كانوا بيرتجلوا كلهم، طب مين اللي هتحفظ ومين اللي هتلحق وفي 4 أيام؟ قال لهم انا عندي البنت الجنيه اللي هتعمل الكلام ده. مين؟ قال لهم ناديه شكري. كان وقتها الله يرحمه سامي العدل اللي هو ابو بنتي كان شغال معاهم مش شافش حاجه، وكان الاستاذ رمزي العدل اخوه الكبير قاعد في القعده دي تحديدا، فقال لهم انا هجيبها لكم، يعني الاستاذ رمزي العدل. فكلموني رحت، طب تعالي نعمل بروفه. قلت لهم فين البروفه، مش لاقي اي حاجه اعمل عليها اي حاجه، فوالله انا مش عارفه ازاي عملت المسرحيه دي الحقيقه. وكان اللي مساعدني قوي احمد زكي الله يرحمه، لانه كان حبيبي وصاحبي من قبل وزميلي وكده، وكان صديق لينا انا وسامي العدل. فاحتواني وهو قال لي لا، شجعني تعالي وقعد معايا. المهم يعني رحنا نعرض في بورسعيد وانا مش عارفه انا هعمل ايه. قالوا لي احنا هنشاور لك بعينينا، هتخشي كده وتطلعي كده وتروحي كده. ال4 أيام كنت شغاله كده، اللي هو يعني اعملي اطلعي اطلعي السلم مش لحد ما خلصت ال4 أيام العرض دول، وكملت معاهم السنتين. وصورنا صادف بالصدفه واحنا اثناء بنعمل كده، قالوا احنا هنعيد التصوير. قلت لهم تعيدوا التصوير ايه، مش انتوا قلتوا المسرحيه دي اتصورت؟ قالوا لي بس هما بيعملوا المونتاج في حاجات حبوا يشيلوها فباظت المسرحيه. فجابوني انا يعني، فضلت انا اللي عامله المسرحيه اللي عدت التصوير بتاعها. ده من بخت شبي ربنا يعني، فرصه برضه الفرص يعني الفرص ما شاء الله الفرص كتيره جدا. زي ناس كتير، زي مثلا استاذ احمد بدير. الاستاذ احمد بدير الروايه بتاع اللي كسرت الدنيا دي ما كانتش بتاعته، كانت بتاعت حمدي احمد رايوسكينه طبعا. صح، نفس الفكره نفس الفكره. فبيحصل ربنا بقى لما بيريد حاجه خلاص بتصير. يعني انا اتحط فيها وانا عامله حسابي ان انا رايح اعمل 4 أيام وشكرا، فتبقي تاريخ. بقيت كمان اشتغلت سيزون، فقلت طب وبعدها السيزون اللي بعده. هي بقى انشغلت، واحد هي عارفه انها مصوره مسرحيه. يعني بتستغل وجودك معنا يعني. نسالك عن قصه حب
مع سامي العدل. يعني هذه قصة وبدأت الحياة في قصة الحب دي كانت واحنا طلبة. يعني أنا كنت زميلته في المعهد. كل لقاء كله أسرار طبعاً صح؟ جداً أحسوا أسرار. أيوة طبعاً. سامي كان أكبر مني طبعاً في السن، وكان المعهد عندنا كبار وصغيرين بيخشوا، وكان في ناس بتخش لنا كمان على سنة ثالثة يعني بعد ما خلصوا الجامعة، فكانت مراحل عمرية كتير في المهم سامي لما دخل المعهد وأنا كنت متفوقة قوي وكده، وهو ما كانش بيحضر أغلب الوقت يعني، فحصلت خناقة ما بيني وما بينه في الكافيتيريا دي، كانت بداية الحب يعني. كانت خناقة وعلى صوته عليا، وصوته جهولي كده كان الله يرحمه، فاتخضيت وقلت مين ده، وانا كنت بقى لسه ما اعرفش حاجه خالص، انا جايه من اسكندريه مدرسه فرنساوي. لا هو ما شاء الله طويل وعريض وانت صغيره. لا وانا جايه من اسكندريه مدرسه فرنساوي بقى وبتاع ومدلعه، وماليش في الكلام ده ولا في الخناقات ولا في انا دلوقتي حاجه تانية على فكره، فانا كنت ماليش في الكلام ده خالص، فاللي هو اي حد يشتمني اقول له الله يسامحك وكده يعني، فعيطت فصعبت عليه، فابتدى جه صالحني. قلت له ميرسي يعني. بس فصالحته. فالصلح ده اخذ مننا مشي من المعهد لحد ميدان التحرير. ايوه. فخدنا الكلام بقى بتاعه، وانا اعجبت بشخصيته، وانا ما كنتش اتعاملت مع الشخص اللي شبه سامي كده، متعود على ناس ثانيه خالص يعني، فرجوله بقى. لقيتيه جدع وابن بلد قوي ورجوله بقى وكده، وحنين جدا 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 عكس شكله وصوته وكده. أيوة يعني طبعا. وبس واتجوزنا وخلفنا بنتي وانا في سنه ثالثه معهد. ايوه يعني خلي كنت دي اجمل ما في قصه الحب. والله. ايوه رشا بنتي، وطبعا جابت لي احفاد دلوقتي عندي محمد وحبيبه، فدول بالنسبه لي اجمل حاجه في الدنيا يعني. يمكن أيوة. برضو لما كنت بتوقف شويه عن الشغل كان بسببهم يعني. وكنت مبسوطه ان بعمل رساله تانية يعني، ان طبعا بربي فيهم معاها وكده يعني. قصتك جميله وفنك أجمل وأنت جميلة حقيقي. استمتعنا جدا وحسيت أنه البشاشة والرحابة اللي موجودة عندك والأمل والحب للفن هو اللي دايما هيديكي فرص دايما حلوة زي اللي جواكي ده اللي أنا شايفاه. أنا كفاية فرصة ده، أنا قاعدة معاكم والله، وأنا فرحانة بيكم جدا جدا جدا، وفرحانة بالبرنامج الجميل ده، ودايما يا رب في تألق بإذن الله يعني. احنا استمتعنا بيكي وانا مبسوطه انه طلتك كانت النهارده كمان، ودي فرصه تانية طلع عربيه صحيح. على اربع دول عربيه، نورتي بيت للكل. انا كمان والله فرحت جدا لما عرفت ان البرنامج بيتذاع في اربع دول عربيه، وشرفني ومرسي جدا واتشرفت بحضرتك، وسعيده ان انا بقى يعني كل الشعوب الجميله دي تشوفنا في وقت واحد. وفعلا هو بيت جميل يعني، بيت للكل اكيد، كل فعلا. بيت الجميع. وشافكي يعني قديش اليوم عرفنا انه الفرصه الاخرى او صحيح. الفرصه الثانيه فيها امل، وممكن تكون فرصه مخبيه جوا فرصه. ايوه بس كمان ناديه شكري عندها كنز من الفرص ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مشاهدينا الكرام اكيد هيك انتهى وقت برنامجنا معكم بيت للكل، باذن الله سنلقاكم بحلقات اخرى ومواضيع اخرى. الى اللقاء.